يا سيد، قال المدير الإقليمي لدول الخليج العربي مشعل الدلك في شركة الخطوط الجوية الكويتية اليوم إن الشركة نقلت عبر تشغيل 36 رحلة إلى المملكة العربية السعودية نحو 1770 حاجا. وأوضح الدلك في أن الشركة نقلت ما لا يقل عن 4770 من حجاج الكويت وحملات الحج الكويتية، إضافة إلى نحو 6000 حاج من شتى دول العالم إلى مطارات المملكة في المدينة المنورة ومدينتي جدة والطائف.